بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نعمل شرح لبعض الأسئلة كعادتنا في هذه المرحلة من مراحل الدراسة، بحيث معظم الطلبة انتهوا من كتابة مذكراتهم والآن في مرحلة التنسيق حتى يمروا إلى مرحلة الطبع وإلقاء إن شاء الله. سؤالان مطروحان هما: كيف نعمل فهرس تلقاء المذكرة؟ والسؤال الثاني: كيف يتم بدء ترقيم لصفحة معينة من داخل المستند؟ على كل حال نبدأ بالسؤال الأول، وهو سهل مما تتوقع، أسهل مما تتوقع. نعملوه أوتوماتيكي في ظرف حوالي 10 دقائق إذا كانت عندك مذكراتك تصل مثلا إلى 120 أو 100 صفحة، على الأكثر 10 دقائق. أنا نفتح، أنا وجدت هنا موضوع أود أن هذا الموضوع نديرله فهرس تلقائي. كيف نعمل؟ هذا هو موضوعي. نشرح بعض النقاط. المذكرة وش فيها؟ فيها العنوان الأول، العنوان الكبير الأول كما نقول معنا انترودكشن بالعربية، منها مقدمة. هنا واحد انترودكشن مقدمة. وش معناها مقدمة؟ الفصل الأول، الشابتر 1، يعني معناها العنوان هذا الكبير الأول في المحور الأول. بعدها ماذا يأتي؟ العنوان الثاني الكبير في المحور الثاني. بعدها العنوان الثالث الكبير في المحور الأول. بعدها 1 3 1 معناها عنوان فرعي المحور الأول للعنوان الثالث، وهذا عنوان فرعي رقم 2. لو تلاحظ المحور الأول العنوان الثالث الكبير ومن بعد الفرعي الثاني، وهكذا. هذا 1 4 ماذا يعني؟ كان عندي 1 3 وكان عندي 1 4، معناها هذا يعتبر عنوان كبير رقم 4 للمحور الأول، وهذا عنوان فرعي لهذا العنوان الكبير الرابع، وهكذا. أعتقد أني وضحت الصورة. الآن ماذا نعمل؟ كيف نعمل الفهرس أوتوماتيكي؟ سهل جدا. نعلم على هذه، نظلل هذه، ونسيليكسون هذه الأولى. ماذا نقول لها؟ نقول لها نروح إلى هنا، شوف هنا تيتر أ، نضغط عليها. بعد ذلك نهبط، نسيت هذه، قلنا هذا عنوان الأول المحور الأول، نديروه في التيتر أ. نروح للعنوان الثاني في المحور الأول، نزيد، وهذا عنوان كبير، نزيد نديره في التيتر أ. بعدها نروح للمحور هذا العنوان، نقول له في التيتر أ. الآن نروح، هذا عنوان فرعي، وماذا نفعل؟ نقول له دير هنا في التيتر دو، نجيبش للأ، نروح للثاني، لأنه الأول درنا هذا الأول، وهذا الثاني بالنسبة لي. نروح لهذا، نزيد نديره في الثاني. نروح هذا نديروه في الأول، هذا 1 4 معناها نديروه في الأول. بعدها هذا فرعي نديروه في الثاني، ننزل هنا. لو تلاحظ عندي المحور الأول العنوان رقم 4، هنا المحور الأول العنوان رقم 4، العنوان الفرعي الأول لرقم 4، وهنا نلاحظ أن هذا العنوان فرعي للعنوان الفرعي. ماذا يعني؟ معنى هذا واش نديرو له؟ حنا نجيو نديرو هكذايا ونروحو للثالث. فهمتوا ليا؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هنا ثاني كيف نروحو للثالث، هنا نروحو ثاني كيف نروحو للثالث، لانه هذا عنوان فرعي اذا صح القول، وهذا نروحو للثاني كيف للثالث، وهكذا. هذا
الان ندير واش نديرو؟ هذا المحور الثاني، العنوان الاول الكبير اللي نديروه في الواحد، هذا العنوان الثاني في المحور الثاني نديروه في الواحد تيتر ان، يعني هذا اقصد هكذا. هذا فرعي بالنسبه، هذا فرعي بالنسبه لهذا، يعني واش نديرو؟ نديرو في الثاني وهكذا. انا اخترت هذا واش عندي، انتم المذكره نتاعكم تكون فيها حوالي 100 صفحه او 80 صفحه او 90 صفحه، هذه هي الطريقه. وفي الاخير ماذا شنو دوك الان من نروح لهنا ريفيرنس، ونجي لهنا على اليسار باللغه الفرنسيه اذا كان عندك الوورد تاعك باللغه الفرنسيه والانجليزيه على الاقصى اليسار، واذا كان عندك باللغه العربيه على اقصى اليمين. واش نقرا؟ نقرا هنايا طابل دي ماتير، نضغط عليها نختار موديل من لي موديل اللي نحبهم انايا، مثلا عجبوني انا نختار الاول حتى تفهم، من بعد نتوما خيروا ما اردتم ما شئتم. واش نقول له؟ عفوا قبل ما ندير هذه واش ندير؟ نجي لهنايا اخر باش يحط لي هذا الفهرس في اخر صفحه. لو كنت تنسى وتحط واسمه الكيرسر تاعك هنا، المؤشر هنا راح يجيك هنا مباشره تحت هذا العنوان. انا حتى ياتيني نخلي المؤشر تاعي في اخر الصفحه، وماذا نجي لهنايا نختار هذا الموديل ونقول يعطيني مباشره. نلاحظ شوف هيجي طابل الماتير انتروداكسيون جينيرال، يعطيك يجي اوتوماتيك هذا العنوان وهذا العنوان وهذا العنوان، عنوانين كبيرين عناوين كبيره ثلاثه، وهذا عنوان فرعي يتقدم. لو تلاحظ هذا يبدا من هذه النقطه وهذا يتقدم من قليلا، وهذا عنوان فرعي لهذا، هو هذا تما يزيد يتقدم. تلاحظ الشكل كيف يكون؟ هذا هو اوتوماتيكي. سهل سهل ولا ماشي سهل؟ انا قلت لك على الاكثر 10 دقائق، على الاكثر 10 دقائق. مثلا نعطيكم معلومه، مثلا انت تخدم، مثلا اللي نضيف شيء زياده، مثلا انك تعمل بعد ذلك نسيت مثلا هذا العنوان. انا احاول ان اكتب كيف اكتب، معليش ندير واحد هذا ونكبر العنوان هذا مثلا هذا، ونعطيه لون، اعطيه دقيقه، اعطيه لون حتى باش يبان لكم انتم هكذا. حبيت نضيف هذا مثلا، راني عملت الاول والثاني، ولنفرض اني نسيت عنوان العناوين، ما نعاودش نفس العمل، نجي لهذا العنوان كيما هنايا. مثلا راني هنايا ما جانيش في الطابل دو ماتير هذا العنوان، هذا اللي ما عنده حتى اسم ما عنده حتى اسم، في حروف فقط. وماذا افعل؟ اعلم على هذا واحدده، مثلا اضعه مثلا عنوان فرعي لهذه. مثلا ماذا افعل؟ نجي لها نحطه في الرقم 2 في التتر 2 هكذا. لو تلاحظ كان احمر، عندما اضعه في هنا يولي بالالوان الزرقاء، كاميرا باللون الازرق هكذا. ماذا افعل؟ نجي لهنايا ريفيرونس، واش نقول له؟ تقرا هنايا، تقرا متر اجور لا طابل دو ماتيير، واش معناها؟ تحديث، نقول له دير لي تحديث، معناها كاين حاجه اني زدتها، كاين حاجه اني كنت نسيتها وعاودت زدتها، نقول له دير لي تحديث. يقول لي هنايا متر اجور لي نيميرو دي باج اونيكمون، يقول لك تعاود الارقام الصفحات ولا تتلطا، نقول له عاود لي كل شيء، نقول له اوكي. كي نجي لهنا ها خرج لي هنايا في انتروديكسيون، ها جاني هنايا تحديث، ماشي معناها نعاود من الصفر نفس العامل، ندير له غير تحديث. هذا ما كان واضحة، أعتقد أن الصورة وضحت. الآن نمر إلى السؤال الثاني، كيف يتم بدء الترقيم لصفحة معينة داخل المستند، يعني داخل المذكرة نتاعنا، كيفاش ندير الترقيم؟ أول شيء نفتح صفحة جديدة، جاتني صفحة جديدة، ماذا نعمل؟ نروح عندي هنا رقم، عندي صفحة واحدة على كل حال، نسميها باش تبان صفحة واحدة هكذا باش تبان.
نروح انسيرسيون نقول له نيميروطاسيون دي باج، نجي لهنا انسيرسيون و نجي لهنا نيميرو دي باج. يقول لي في السماء ولا او دي باج باج دي باج ولا انا كل عاده نجي للترقيم يجي في الاسفل، نختار مثلا هذا النوع، اختار ما تشاء. انا اخترت هذا النوع مثلا، حتى نكبر شويه الصفحه حتى يتضح لنا الامر. نحب نزيد نجي نكبر هذا الرقم، دقيقه مرك حتى يعني نكبر الصفحه. نجي لهنا للرقم هذا نظلل عليه ونزيد نكبر كما لا شيء هكذا حتى يتضح للجميع. ونديرو مثلا باللون الاحمر مثلا، هي المذكرات تكتب غالبا بالالوان باللون الاسود، لا يوجد فيها الوان الحمراء والصفراء او ما شابه هذيك. هذا رقم واحد، هذه الصفحة هنا الأولى. كي نجي نشوف ها هو رقم واحد. الآن نضيف عدة صفحات حتى نعمل عليها. واش ندير؟ نروح انسيسيون ونجي لهنا صوت دي باج، واحدة زوج يبدا يزيد لي في لي باج اللي يحتاجونها. مثلا درت 15 صفحة مثلا، من الآن ندير واحد هنا. نفترض ان نغير يعني 15 صفحه، نغير مثلا نبدا نغير مثلا من الرقم، نختار مثلا رقم 6. من هنا يتغير عندي 1 2 3 4 5 وهذه 6. انا افضل ان اغير هذا الرقم مثلا، نعاود نبداه من الواحد، 1 2 3 4 5 ما تولي واحد، من تبدا من الواحد ماذا افعل؟ نروح من الميزون باج، نجي هذي عندي 6، نجي للصفحة لما قبل، نجي للخمسة هذه. بعدها وين نروح؟ نذهب إلى الميزون باج. بعد الميزون باج وش منين ما نروح؟ نروح صوت دي باج. عندي هنايا صوت دي باج يعطيني هذه الواجهة، هذه الواجهة نجي لهنايا باج سويفونت، نضغط عليها ونقول يعطيني باج سويفونت. نلاحظ ان المؤشر كان هنا، راه اصبح لي في الصفحة رقم 6. نحدد رقم 6 هكذا، نضغط عليه نحدد رقم 6 هنايا. ثم نقوم للصفحة نحلها. لو تلاحظ ان هذه راهي معلم لي بريزيدون، واش معناها؟ معناها هذه الصفحة راهي تابعة للترقيم الرقم الأول. حنا ماذا ما نفعل؟ نضغط عليها حتى نفصلها عن الترقيم الأول. هكذا رانا فصلنا. هذه هي العملية، هذه هي التقنية، نفصل هذه الصفحة على الخمس الصفحات الأولى. نحدد رقم 6 كما راهو هنايا. نذهب الى انسيسيون، ماذا نعاود ندير ترقيم، نعاود ندير كما خدمنا في نيميرو دي باج. نيميرو دي باج هنا ما نجيش ندير له هنايا كما هنايا، هنا نجي ندير له فورما دي نيميرو دي باج، نضغط عليها تاتيني هذه الواجهه. انا نقول له مثلا، نقول له نبدا الرقم هذا ما نبداش من 6، مثلا نبداه من 20، نقول له 20 وندير له اوكي. كتب لي 20 هنا اليوم تلاحظ. نلاحظ ان الارقام 21 22 23 24 25 26 27 28 إلى آخره. تلاحظ أن الأرقام حتى الثلاثة، وتلاحظ أن في بداية الأرقام تلاحظ أن هنا 1 2 3 4 5 بعدها 20. ملاحظة، لماذا أعمل هذا الترقيم؟ علاش نعمل هذا؟ عندما تكون تكتب في مذكرة مثلا، لنفرض أن لديك عندك 4 محاور، المحور الأول عندك فيه 20 صفحة،
المحور الثاني عندك فيه مثلا 15 صفحة مثلا ناخذها كمثال، المحور الثالث فيه مثلا 20 صفحة، والمحور الرابع مثلا 15 صفحة، 20 15 20 15. لكن في المذكرة، الإنسان اللي يعمل مذكرة نلاحظ بأن عندنا تلقين، عندنا المقدمة العامة كما نقول حنا انتروداكسيون جينيرال، فيها حوالي مثلا ثلاث صفحات. بعدها يأتي المحور الأول فيه 20 صفحة. أنا كي نبدأ الترقيم نتاعي، الترقيم نتاعي من المقدمة عندي 5 صفحات، من بعد ما نقدرش ندير المحور الأول يبدأ من الصفحة رقم 6. لماذا؟ لأن بين المقدمة العامة والمحور الأول والشابتر العام كاينة صفحة بيضاء مكتوبة عنوان المحور القادم الآتي، معناها مش مكتوب فيها، معناها مكتوب فيها المحور الأول ومن بعد نكتبوا تحته العنوان. هذه الصفحة غير مرقمة، لا تكون مرقمة، ولهذا يبدأ معناها عندي المقدمة العامة فيها 5 صفحات، بعدها تجي الصفحة هذه غير مرقمة، بعدها تأتي يأتيني ترقيم المحور الأول، معناها ما يبدأش من رقم 5، معناها ما يبدأش من رقم 6، يبدأ من رقم 7، لأني عندي هذه الصفحة البيضاء. لماذا أعمل هذا؟ لو نرجع إلى الوراء، عندما عملنا الفهرس، الفهرس تاعنا، واش فيه؟ الفهرس تاعنا فيه الأرقام انتروداكسيون جينيرال في الصفحة الأولى، انتروداكسيون الصفحة الأولى، هذه في الصفحة الثانية، هذه في الصفحة الثالثة، هذه في الصفحة الرابعة. تلاحظ معناها منا يعطيك العنوان ومنا يعطيك الصفحة اللي موجود فيها العنوان. إذا أنت أخطأت في الترقيم، هذا يعني أنك راح يولي عندك مشكل في الفهرس. لو أعتقد أنكم راكم فهمتوني، أنا لو أضغط مثلا، أنا عندما مثلا أنا مصحح، أو على سبيل المثال أنا مصحح أو كما نقولوا حنا إيزاميناتور، أنت أعطيت لي مذكرة قبل ما تجي تلقيها، أنا ماذا أفعل؟ نجي قبالا لحنايا مباشرة لهذه الصفحة، نقرأ العناوين. مثلا يعجبني هذا العنوان، نقول شوا دو بروسيد في الصفحة رقم 4. لو أنا أخطأ في الترقيم، عندما يأتي ويبحث عن الرقم 4 ولا يجد هذه، يجدها مثلا في الرقم 5. أول ملاحظة، هذه بداية الملاحظة الأولى، مازال ما قراش المذكرة نتاعك، يقول لك بلي نتا أول خطأ راك دايرو، طب هذا دي ماتيير الترقيم نتاعك راهو خاطئ. أول دير الملاحظة الأولى وأنت في غنى عنها. المهم، هذه هي نصيحتي، أعتقد أننا أجبت على السؤالين بكل وضوح، واخذت كامل الوقت، واستعملت طريقة كما يقال طريقة الخشيبات حتى يفهمها الجميع. وفي الأخير خاوتي، ما تنسوناش من اللايك والاشتراك، هذا مهم جدا بالنسبة لنا حتى تشجعونا. ننتظر منكم الأسئلة كالعادة حتى نطور من هذه القناة. أنا أسئلتكم راكم تشوفوا فيها هنايا، الأجوبة تاعكم راكم تشوفوا فيها دروس. بالنسبة لي أنا السؤال تاعك يحفزني ويخليني نزيد نبحث أكثر ونرتقي مع بعض إن شاء الله. وفي الأخير بقينا حوالي يومين إلى يوم العيد، أنا أعتقد أني آخر فيديو قبل العيد، أعتقد هكذا.
إذا لم يأتي إذا لم تأتيني أسئلة هذا آخر فيديو إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله باش نتلاقاو وشوف لكم رمضان كريم وربي إن شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.